قطر basically is still thinking قطر لا زالت تعتقد أنه يمكن أن تستدرج أمريكا إلى جانبها، لأن هناك قاعدة أمريكية في قطر، وربما يمكن أن تجعل الدول العربية الأخرى تتعاطف معها، وأنها قد تتفاوض مع أمريكا حول هذه القاعدة. لذلك أعتقد أن هذه الاستراتيجية لن تجدي نفعا. السيد ترامب قال إنه يعرف دور قطر في رعاية وتمويل الإرهاب، وعلينا أن نعرف أن الدول التي اتخذت هذه الخطوة لمقاطعة قطر فعلت ذلك بعد استنفاد كل الحلول السابقة وبعد التفكير في كل الاعتبارات الأخرى. هم لم يريدوا أن يعاقبوا الناس الذين يعيشون في قطر، ولم يريدوا أن يعاقبوا 300 ألف قطري هناك. إذن هو قرار سياسي، الموقف الذي تحدث عنه قطر وأنها يجب أن تكون لديها سيادة، هي تريد أن تواصل تمويل الإرهاب، وفي وقت حرج جدا للأمة الإسلامية. هناك حرب ما بين المتطرفين والمعتدلين، والعديد من الدول التي كانت تتساهل مع التطرف غيرت سياساتها باستثناء قطر، التي أصبحت الآن بطريقة ما مركزية للتطرف للعديد من الجماعات والأفكار.